احنا يلا دوزنا طلقنا الكسكسو ونطلقوا حتى الطاجين. الكسكسو كان تنعتبروه مغربي ولا مغاربي؟ اذا تنظن ان خصنا بعض المبادرات الاستباقيه اللي فيها العلوم الاجتماعيه نبحثوا. ما يمكنش تاع علميا الطاجين الفوائد ديالو الصحيه معترف بها من طرف الاخصائي ديال التغذيه. هو تراث لا مادي مغربي، وعاوتاني نخليو تيمشي لينا من هذا الباب ديال العلوم الاجتماعيه المواطنه. كنشوفوا ان الناس حنا انتقلنا من العائله النوويه اللي كانت تاكل في الدار، وان ماكله الدار فيها البركه وهذه، وان ماكله الزنقه ديال الزوافريات انتقلنا، ولينا كنديروا الماكله ديال الزنقه اللي فيها التاكوس والبوكاديوس وجميع الشرائح ديال المجتمع المغربي. العائلات اللي ما عندهمش يمشيوا للبوكاديوس ديال 260، الاخرين كيمشيو للتاكوس. واحد الوقت لقاو هذا الشيء غالي، ملي لقاو غالي ولاو تيديروا تعلموا هذيك التاكوس، لان دابا مع المواقع الاجتماعيه العيالات النساء تعلموا يديروه في الدار ولا تيطلع رخيص. دونك مع التوقيت المدرسي ولينا تاكوس ولا تيمشي في المدرسه. اذا الطاجين ما بقاش لقاس بلاصتو، لدرجه ان التاكوس وهذه الخطيره في الامر ينقلنا من هذيك العائله التي تجتمع على نفس الصحن الى العائله المتفرقه. كل واحد التاكوس ديالو، خلي لي دير لي فيه الدجاج انا بغيت فيه الى اخره. دونك كنظن ان وحنا كنفقدوا هذاك الطاجين، كنفقدوا عنصر من عناصر التمغربي. بغينا ولا ما بغيناش؟ ما كنفهمش السياحه، ما كرهتش انا الاوتيلات ديالنا الفنادق الكبار المصنفه تكون كتميز بالطاجين. الناس جايين من ميريكان، من اوروبا، من اسيا، بس ياكلوا الطاجين المغربي وبهذاك. ما عندناش طاجين، لان هذا التنوع الثقافي في المغرب عندنا ترابي. كاين الطاجين ديال طنجه، والطاجين ديال بني ملال، والطاجين ديال مراكش، غير في الفورما. علاش ما نديروش واحد الاحترافيه في السياحه؟ تولي عندنا سياحه في ثقافيه من خلال هذا الشيء. خصنا استراتيجيه، خصنا سياسه هوياتيه، خصنا نبينوها. نقولوا اش حنا المغرب باش يتميز هذا، خصنا نديروا خطوات ترافعيه باش توصل لهيئه اليونسكو وتولي ديالنا، يولي التيتر ديالنا. انا ما عرفتش، انا مؤخرا اسكاس إيه تنتشاركوا مع ناس اخرين، ولكن المغرب هو المرجع في الامازيغيه، المرجع على اساس عددي، اكبر عدد الامازيغ على المستوى. اذا علاش هذيك اسكاس ما توليش هي السنه المغربيه بحال كما كاينه السنه الايرانيه ولا السنه الصينيه؟ وبالترافع، لان بالنسبه لجميع الامازيغ في العالم المرجع هو المغرب، لان اكبر عدد الامازيغ في المغرب. ثاني حاجه هو ان علاش مغربيه؟ ماشي هي امازيغ، ولكن بفعل التعايش والتداخل والتمازج المغربي. اسكاس ما كاينش عند الشلوح ديالنا، واخا ماشي معيوره بالنسبه لي، انا عندي راجل اختي شلح تيقول لك انا شلح، ما تيقولش انا امازيغي. كاين عند العروبيه في دكاله يناير، كاين جهه عين الشعير سبع الوان، كاين سبع خضار. دونك هي مغربيه في التراب المغربي، اصلها امازيغي مزيان، علاش ما نرجعوهاش مغربيه ونربحوا بها عاوتاني ان لابيل توريستيك، يوليو الناس السياح العالم كامل يجيو هذاك النهار وفي لي زوتيل ونديروا احتفاليه. هنا فين تدخل الاحترافيه في الثقافه.